السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شو موضوع الحاج جمال جدا، البرنامج الإلكتروني لتصميم الشوارع الحضرية والخدمات لأبو ظبي. الجميل أول حاجة إن هو باللغة العربية والإنجليزي والفرنساوي، فأنا سعيد جدا طبعا باللغة العربية. تمام، ودفورت طبعا في أغرب الحاجات اللي زي كده تبقى إنجليزي. طيب ده عبارة عن إيه؟ عبارة عن لو أنت تصمم طريق معين المفروض تلتزم بكام محاورة مثلا، أو متقلش عن كذا، زي ما نشوف مع بعض. تعالى نقول له ايه موافق، هو بيقول له شروط الاحكام اللي سموه مجلس ابو ظبي للتخطيط العمراني لاساس حلك الموضوع. بس مفيش اي مشكله خالص ان انت تاخد الافكار ديت وتصممها في اي مكان انت عايزه. تمام، طيب انت بقى بيقول لك شوف ايه الانسب لمشروعك، الشوارع الجديده، المقاطع العرضيه النموذجيه، شوارع جديده، مقاطع عرضيه غير نموذجيه، انما التصميم الحر. تمام، طيب هو بيقول لك اختار فئة الشارع وسياق استخدام الأراضي، مثلا طريق في منطقة تجارية، مثلا شارع في منطقة تجارية، وصلة في مناطق تجارية. طيب خلينا نختار مثلا الطريق. هو بيقول لك إنها المفروض تصمم بالشكل دوت، إن أنت مثلا يبقى فيه 3 حارات للمركبات، وفي مسافة هتسيبها مثلا لشجر معين، في مسافة هتسيبها للدراجات، في مسافة معينة هتسيبها للأشخاص اللي هيكونوا موجودين، مثلا لو في أشخاص مش الناحية دي وأشخاص هتمشوا الناحية دي. فالشارع المفروض العرض كله بتاعه هيبقى 41 متر، دي الجزيرة الوسطية اهيت. تمام، تقدر تعدل فيها برضو لو أنت حابب تعدل، اختصاص العنصر، اللون مثلا، العرض مثلا ده هو مثلا 6 متر، فممكن تنقص بالشكل دوت كل مرة 0.5 متر، بيقول لك ده الحد الأقصى، وفي طبعا حد أدنى. كل حاجة اللي هي الحد الأدنى، يعني في معظم مثلا السيارات تقعد تقللها براحتك، قال لك ده الحد الأدنى 3، تمام، مالكش إن أنت تغير فيها. تمام، تقدر تغير في اللون بس، ده هو ده مثلا سيكشن وده المسقط بتاعك، فتقدر تشوف الحاجات تبقى عاملة إزاي بالشكل ده. فما شاء الله على فكرة جميلة جدا، نشكرهم عليها يعني.